مدا في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من أعظم الامتنان ما يدن الوصف اللسان ويعار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه استشعر منه في عالم البطون والذكور ما ملأ الوجود ألقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الدق الأقيم. صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.